الحلويات وبابا نويل والأشجار بالزينات. بعيد الميلاد أحلى الأوقات، لكن لو سألتني أكثر جزء يعجبني الهدايا. نتبادل بالنهاية، أنا لم أكن أفهم والآن أعلم، إنها ممتازة لأنها منك لي. شكراً يا كرمت. حسناً، لنكشف عن هوية مقدم الهدايا ثم نتناول الكاكاو الساخن. هل أحببت هديتي يا آنسة ناني؟ كنت أظن أن الجوارب كانت منك يا كرمت، إنها جميلة، شكراً لك. غونزو، أهديتك مجسم الأميرة، هل أعجبك؟ يقصد أجل. إعطاء تلقي الهدايا من الأصدقاء. بالعيد أحلى الأوقات لنحقق معا كل الأمنيات. وتجارب أمر خاص اخترته في كل الإخلاص. عيد الميلاد أحلى الأوقات لنحقق معا كل الأمنيات. لقد كنت بابا نويل السرية خاصتك يا سمراء. شكرا لك، أحب زلاجتي. كانت فكرة كاملة. انقر شاشتك لمقاطع أكثر وربط ديزني جونيور لمشاهدة عروضك المفضلة.